السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، سنجهز اليوم كريمة الحشو للكيك البارد. نحتاج إلى علبة قشطة بوك، 2 ظرف من الدريم ويب أو كريمة الخفق، 6 حبات جبن كيري، بالإضافة إلى كريم كراميل علبة واحدة، ونصف كوب من الحليب السائل، يفضل أن يكون الحليب بارد، وأخيرا ظرف واحد من الكريم شانتيه. نأخذ وعاء نقوم بتفريغ محتويات الأكياس فيه، الواحد بعد الآخر. ثم نضع الكريم كراميل، بعد ذلك حبات الجبن الكيري، ثم القشطة. نفرغ العلبة تماما، وبعد ذلك نضع نصف كوب من الحليب البارد جدا. نقوم بخلط المكونات بالمضرب الكهربائي أو المضرب السلكي حتى نحصل على هذه الكريمة التي يمكن استخدامها مع جميع أنواع الكيك البارد. يمكنكم إضافة أي نكهة تعجبكم كالنسكافيه أو القهوة، وكذلك يمكن إضافة ملونات الطعام. شكرا لكم أحبتي، لا تنسى الاشتراك في القناة.